FM. الكلمة ليك. مخطط 2016-2020 خذا بعين الاعتبار هالمشاريع هذه كل، البعض منها مدروس باش ينطلق السنة هذه أو السنة القادمة بعض أو حتى السنوات اللي بعدها، البعض منها في صدد الدراسة، وثم حتى بعض أفكار مشاريع أخرى اللي هي دراساتها انطلقت في موضوع الماء. مثلا عندنا أكبر مشكلة توا منطقة الوسط وخاصة القروان تنقص ماء. انطلقنا في دراسة السنة الفارطة لتحويل فائض، يعني جزء من فائض مياه الأمطار أثناء الفيضانات لتحويل المناطق الوسط، هذه ما كانتش موجودة. الدراسة هذه انطلقت مدتها سنتين، إن شاء الله تحضر في نوفمبر 2017. بعدها هي يعني يتم اختيار الفرضية اللي ممكن استعملوها لتحويل المياه هذه لمناطق الوسط خاصة القروان. وتعرف القروان موائدها كما موائد سيسب والعلا وغيرها، فما نقص كبير في المواد، نقص كبير على سد نبهانة وسد الهوارب، وإن شاء الله المشروع هذا باش يزيد يخفف أكثر على مناطق الوسط اللي فيها يعني تطور كبير على مستوى المساحات السقوية. تعرف كما القروان ولا سيدي بوزيد ولايتين هذما مع بعضهم عندنا حوالي 100,000 هكتار من المناطق السقوية، وإذا كان ما نشوفوش مستقبل الماء متاعهم مع تناقص الموائد التطور هذا باش يوخر التالي. وهذاك علاش احنا استشرفنا الموضوع هذا بإنجاز الدراسة ثم بعد إنجاز المشروع الفعلي. الكلمة ليك.